مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. بنستمر معاكم حتى قبل انتصاف ليل القاهره بدقائق معدوده. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا امل، اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه. نظنها حلقه مميزه لاننا سنتحدث عن موضوع قلما يتم طرحه في حلقتنا النقاشيه بشكل عام. نتحدث عن طبيعه العلاقه بين الفن وحرب اكتوبر، ولاي مدى وفق الفن والاعلام المصري في تغطيه هذه الحرب واعطائها حقها الذي تستحقه كواحده من المعارك التي خلدها التاريخ، ليس فقط تاريخ مصر الحديث، لا نبالغ إذا قلنا التاريخ العسكري بأكمله خلد حرب أكتوبر. في هذه الحلقة نتحدث من زوايا عدة فيما يتعلق بضرورة توثيق هذه الحرب وتقديم أعمال فنية على مستوى ما قدمته هذه الحرب لشعب مصر وأبناء مصر وربما للمنطقة كلها، لأن الكثيرون يرون في حرب أكتوبر أنها لم تغير فقط وجه الأحداث داخل مصر بل غيرت الأحداث في وجه المنطقة كلها وربما كان لها تداعيات على مستوى العالم. طيب سريعا جدا هنستعرض أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة. النهاردة المتحدث العسكري الرسمي العميد محمد سمير قال إن المناورة بدر 2014 اللي بتنفذها طبعا القوات المسلحة على مدار 27 يوم بتهدف إلى التأكيد على كفاءة القتالية للقوات المسلحة والمتمثلة في القدرة على الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا. قال كمان إن المناورة بدر 2014 بتعد أكبر مناورة تدريبية بتجريها القوات المسلحة ضمن الأنشطة التدريبية للعام التدريبي 2014، وأشار إنه أو إن المناورة من أكثر المناورات تطورا من حيث التخطيط وحجم القوات المشاركة فيها، وأضاف إنه المناورة بدر 2014 تتضمن تنفيذ الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية لعدد من المشروعات التكتيكية بالجنود باستخدام كمان مقلدات المايلز. الرئيس السوداني عمر حسن البشير بدأ اليوم زيارة مهمة للقاهرة، ومن المنتظر إن شاء الله بكرة الرئيسان السيسي والبشير يلقيان غدا بيانين أمام الإعلام في ختام مباحثاتهما. هذه الزيارة من قبل الرئيس عمر البشير زيارة مهمة بكل المقاييس، انطلاقا لطبيعة العلاقات التي تربط مصر بالسودان، وأيضا هذه هي الزيارة الأولى لعمر البشير إلى القاهرة بعد 30 يونيو والتغيير الجذري الذي شهدته مصر. طيب نروح لمتابعة تانية. النهاردة اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قال إن الأجهزة الأمنية بالوزارة بتكثف جهودها في التصدي لتحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وإجهاض مخططاتهم اللي بتستهدف ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية ومقاومات كمان الاقتصاد المصري، وإن وزارة الداخلية ماضية في مواجهتها الحاسمة لتلك المخططات اللي بتهدف إلى كمان ضرب أو استهداف محطات وخطوط الكهرباء والسكة الحديد والمواصلات العامة ومياه الشرب، وإنه لا تهاون مع من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن. أضاف كمان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 متهم كان بحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار ومبالغ مالية كبيرة، وده كان في بمحافظات الجيزة والمنيا والدقهلية والأسكندرية والفيوم والشرقية. واحدة من محاكمات الرئيس الأسبق محمد مرسي لا تزال مستمرة. محكمة جنايات القاهرة تؤجل قضية اقتحام السجون لمرسي و131 متهما آخرين أثناء ثورة يناير. تفاصيل هذا الخبر بتشير إلى أن محكمة جنايات القاهرة أجلت تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و131 متهما آخرين في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة يناير إلى جلسة 29 من أكتوبر الحالي. من بين المتهمين إلى جانب مرسي عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة، وأيضا عناصر في حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة التي كانت على تعاون فيما بينها أثناء هذه الأحداث. طيب اليومين اللي فاتوا طبعا شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات ومداهمات من قبل مستوطنين، وجاء رد فعل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس كالتالي. قال في بيان ان القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الصعيد الدولي بخصوص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأكد يعني ان الفلسطينيين لن يسمحوا لقطعان المستوطنين بالعبث في الكلمة دي ألقاها
أبو مازن كمان بمناسبة افتتاح الدورة 14 للمجلس الثوري لحركة فتح، وده كان في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وكان عنوان هذا المؤتمر: معا وسويا لنحمي الأقصى وبناء غزة ونجسد الاستقلال. وأضاف أنه مواضيع أساسية ستطرح في هذه الدورة على رأسها طبعا القدس واقتحامات المستوطنين. بهذا ننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نبدأ هذا الحوار حول العلاقة بين الفن والإعلام وحرب أكتوبر الخالدة. نستضيف إن شاء الله في هذا الحوار سعادة اللواء حمد بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، وأيضا الإعلامي يحيى تدرس الذي اشتهر خاصة في الفترة الأخيرة بكتابة شهادات واقعية عن حرب أكتوبر في شكل أقرب إلى القصص والحكايات. فاصل ونعود. واحد وأربعون عاماً مضت على انتصار السادس من أكتوبر. جهات وهيئات عدة ساهمت في تحقيق هذا الانتصار الذي نقل مصر بل والعالم العربي من مرارة الهزيمة إلى حلاوة النصر. الإعلام كان له دور بارز في هذه الحرب من حيث الإعداد لها وتغطيتها ومتابعتها، واعتمد سلاح السرية والكتمان في الأيام السابقة على العبور العظيم، كما اعتمد الشفافية في مخاطبة الجماهير حول الحرب ويومياتها وتطوراتها ليقدم نموذجا رقيا في نقل الأحداث كما جرت على أرض الواقع. وبعد هذه السنوات التي تجاوزت 40 عاما، يرصد البعض عددا من الملاحظات على التناول الإعلامي للحرب على مدار العقود الأربع الماضية. ومن بين هذه الملاحظات أن الإعلام المصري اعتمد على التركيز على شخصيات معينة لا شك أنه كان لها دورا عظيما في المعركة، في حين تجاهل أبطالا آخرين كان لهم دورا كبيرا وعظيما أيضا في تحقيق انتصار العزة والكرامة. بعد أن تابعنا التقرير السابق لن نطيل في التقديم، نرحب بضيفينا مباشرة سعادة اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سعادة اللواء. أهلا حضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين. سنة وحضرتك بكل خير. نرحب أيضا بضيفنا الكريم الإعلامي الأستاذ يحيى تدرس الذي اشتهر كثيرا بكتابة شهادات واقعية عن حرب أكتوبر في شكل أقرب إلى القصص أو الحكايات. أهلا بك أستاذ يحيى، شرفتنا في هذا اللقاء. مساء الخير واهلا بحضراتكم. سياده اللواء، عايز ابتدي مع حضرتك الاول بشكل عام، حرب اكتوبر هل في هناك اسرار وحكايات لسه لم تعرض علينا جميعا على المصريين؟ هل من احاديث عن خبايا اكتوبر ما نعرفهاش؟ اكيد في مرحله التخطيط الاستراتيجي للحرب بيبقى في خبايا وفي يعني اجراءات بتتم يمكن يعني تسربها من وقت لآخر، ولكن بتيجي مرحلة من المراحل بيستشعر كل جانب أن الإفراط في إعلان هذه المعلومات ساعات بيكون له ضرر على الأمن القومي. يعني مثلا لما نيجي نشوف مثال التخطيط لعمليات أكتوبر، كان التخطيط بيمر بمراحل متزامنة ولكن كان فيها تداخل، رغم انها كانت يعني قد يرى البعض انها متباعده. يعني العمل السياسي كان يرى البعض ان هو بعيد جدا شويه في البدايه عن العمل العسكري، لكن لو حضرتك قريتي فكره التخطيط هتلاقيها بدات باداره ازمه سياسيه ان ارض محتله مطلوب استرجاعها، ثم تحولت الازمه الى ازمه سياسيه عسكريه حين ادارها مجلس الدفاع الوطني، لان كانت اللي بيدير الازمه في الاول مجلس الأمن القومي برئاسة المستشار حافظ إسماعيل، ثم مجلس الدفاع الوطني برئاسة، والاثنين كانوا يعني برئاسة الرئيس السادات. وحين استقر وجدان مجلس الدفاع الوطني إلى أن كل الطرق اللي احنا استخدمناها بما فيها حرب الاستنزاف الطويلة اللي استمرت أكثر من 6 سنوات أو حوالي 5 إلى 6 سنوات، ثبت يقينا أنه يجب التخطيط للعمل العسكري. قد يرى البعض أنه أن المراحل كانت منفصلة،
ولكنها كانت متزامنة. كنا نعد للعمل السياسي أثناء كنا نعد للعمل السياسي العسكري أثناء دعم العمل السياسي. طب انا عايزه بس استوقف حضرتك فهنا النقطه دي، بس عايز اقول لحضرتك كلها اسرار كتيره، اسرار في الحركه، اسرار في الاتصالات، مين الشخصيات اللي لعبت ادوار الوساطه، مين الشخصيات اللي نقلت فكر القياده المصريه الى الدول المهيمنه على القضيه، مين الاشخاص اللي احنا استعنا بيهم للخداع، مين وهكذا. طيب عندي بس سؤال قبل ما نروح للأستاذ يحيى، بما أن حضرتك بتقول أنه لدواعي تتعلق بالأمن القومي فهناك من الأسرار ما يخفيها التاريخ العسكري مثلا، نعم. طيب مش بيحصل في أمور كثيرة في الخارج أنه بعد سنوات بعينها أنه يتم الإفراج عن وثائق قد تكون غاية في السرية؟ ده مش حاصل عندنا؟ حضرتك قلت الكلمة المفتاح، وثائق. يفرج عن وثائق، خلاص وثائق دي معروفة إنها بتؤدي دور في مراحل إدارة العملية أو التخطيط لها، لكن فيما يخرج في جنابك سألت سؤالك الأول عن خبايا التخطيط، وبالتالي خبايا التخطيط لا يمكن أن يعني مش مدونة في وثائق، لا ما أقدرش أدونها في وثائق. طب أستاذ يحيى، يعني الحدث كلما بعدت بيننا وبينه السنوات يعني تخفت شعلته بشكل أو بآخر، بمعنى أنه حرب أكتوبر يعني باقية بكل تأكيد في نفوس كل المصريين، ولكن من عاصرها يجد صعوبة في تكشف ملامح هذه الحرب. هنا يأتي السؤال، هل من حق الإعلام أو من حق الفن أن يتجاوز كل الخطوط التي أشار إليها سيادة اللواء، طمعا في أنه هو يوثق لهذه الحرب أو هذا الحدث التاريخي لكي تبقى بالفعل حية في نفوس وقلوب أجيال لم يشهدوها ولم يقتربوا منها في عمر الزمن؟ يعني أنا اسمح لي بس عقب على كلام سيادة اللواء، الحرب كانت بتختزل لمين؟ رئيس الجمهورية. اختزلت مرة في الضربة الأولى الجوية الأولى، يعني كل رئيس دولة بيختزل الحرب بحيث أنه هو يبقى البطل الأوحد. عمر ما فيه حرب فيها بطل أوحد، إنما فيها بالعكس يعني قوات عظام وفيها جنود على درجة عالية جدا 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 من الوطنية. اللي أنا رصدته وشفته يعني مشاهد غاية في الإنسانية، كنت بسجل واكتب بسرعة علشان ما أنساش. أنا جوايا كاتب، أنا كنت ضابط مكلف، أنا شفت حاجات كتير معظمها ممكن أقوله، إنما بعضها في محاذير كتيرة جدا إن أنا أقوله، مش نوع من الأسرار. المحاذير ده حضرتك أنت اللي فرضتها على نفسك؟ أيوة ولا أنا فرضتها ولا على نفسي. يعني بتواصلك مثلا مع الجهات المسؤولة الأولى كأستاذ يحيى لا تقترب من هذه الملفات؟ أنا فرضتها على نفسي. المواقف غاية في الغرابة، بأمانة غاية في الغرابة. كمان ليا برضو تعقيب، إن حرب الاستنزاف ما أخدتش صحيح حجمها الحقيقي إعلاميا، رغم أن فيها آلاف البطولات اللي دفعت إسرائيل أنها تعمل بعد كده خط برليف، والبعض يعني يرى كمان في النكسة برضو في قصص إنسانية رائعة تبرز أصالة الشعب المصري. يعني أنا أقول لحضرتك، الأدب العظيم قايم على حقائق عظيمة. لو حضرتك رصدت الحرب العالمية الثانية، اسمح لي بدقيقة، يعني تلاقي مثلا أمريكا ليونيل شابيرو كتب السادس من يونيو، فرنسا شتاينبك وإليا هيرنبورغ كتبوا عن الحرب جوه فرنسا، روسيا مثلا كتب شولوخوف، وهكذا. طب يعني ده أنا أسف مقاطعة حضرتك، بيقودنا برضو للسؤال أنا سألته لحضرتك، لو جيت لأي كاتب هنا مصري أو عربي هيقولك ما أنا محتاج معلومات بالزبط أبني عليها هذه القصة، المعلومات فيها غموض كتير. هنا بقى بيرجعنا للسؤال، بقى بقول لحضرتك العلاقة بين الفن والتاريخ أو الفن وحدث سياسي مهم بحق أنا أقول لحضرتك، هل من حق الفن أنه يطالب بتجاوز كل طبعًا هذه المحاذير ولا أن يلتزم بها وصل؟ لا خالص، في ألمانيا في كاتب اسمه إريك ماريا ريمارك عمل روايتين غاية في الأهمية تحولوا الأفلام، الروايتين دول قايمين على وثائق كانت غاية في السرية كويس، إنما في النهاية أفصح عنها لصالح الفن. الفن هو اللي بيبقى حضرتك، نعم، مش الحرب. القواد العظام بيقولوا منشطات رهيبة، الفن مش كده. الفن قايم على الإنسان أيا كان موقعه، عسكري ضابط مدني اللي شارك وعانى الحرب، هو دي الدراما
او ده الحقيقي اللي لازم الاعلام يركز عليه كويس. القاده هم مانشيتات، انا ما كنتش بعني بالمانشيتات، بعني بالتفاصيل الغايه يعني في الايه. كانت عيني بكر قوي وداني بكر قوي ان انا بسمع كويس بشوف كويس برصد كويس. انا اقول لحضرتك على موقف، دي صوره ليا مع اسرى يهود. طب يا ريت احنا كده بس اظبط قدام الكاميرا والزملاء يحاولوا يقربوا. صوره لحضرتك مع اسرى يهود. اسرى يهود انا ما اثرتهمش، وكان ممكن ادعي بطوله اسرهم، انا ما اثرتهم في حرب اكتوبر يا استاذ. ايوه، انما اللي حصل خلاص. لا استنى انتظر شويه، ثانيه. هم جابوا الكاميرا، هي عملوا زوم على الكاميرا. اللي حصل شيء بسيط قوي بعد الثغرة. ممكن حضرتك تحط صوره تانية لو حابب. لا بعد كده، بعد الثغره اللي حصل ان اليهود جففوا ترعه الاسماعيليه، فاحنا كنا في الجانب وهم كانوا في الجانب الاخر اللي قدامنا، كانها بالظبط قناه السويس. فانا واقف فوق تبه ومعايا نظاره، فلقيت ضابط اسرائيلي بيعمل لي كده، فانا قلت له لا كده. فراحوا نازلين 19 واحد، واحد معاه جيتار، والاثنين بيغنوا ويلعنوا الحرب واللي قادهم للحرب وانهم مش عايزين يحاربوا وانهم معترفين بحق الفلسطينيين في وطنهم وان كل اللي حصل ده اكذوبه، هم مش عايزين يكونوا جزء منها. طبعا ما كانش في وقت ان انا ابلغ القياده، لما بلغتها قالوا لي اهلا وسهلا. تاني يوم جم 9 اللي هم في الصوره سلموا نفسه، مش عايزين يحاربوا، انما انا في الصوره دي كان انا البطل. صحيح. اللي اثر الاسره. أيوه. أيوه. لا ده طبعا ده حقيقي حكاية. وده حقيقي يعني 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 ده مشهد من مشاهد الحرب. طيب هرجع لسياده اللواء تاني. احنا فرقنا في السؤال الاول ما بين الوثائق وما بين الخبايا. الخبايا. طيب بالنسبه للوثائق، هل تم الافراج عن كافه الوثائق او الجزء الاكبر من الوثائق المتعلقه؟ اكيد يعني احنا دايما النورم، انا اسف، النورم بتاع يعني التوثيق بيقعد 25 30 سنه، يعني عشان احنا النهارده 41 سنه. كل خطط حرب اكتوبر موجوده في المتاحف، الخطط العبور موجوده، الفرقه الفلانيه كانت في الحته الفلانيه، قيادات كلها مرسومه ومجسمه على البانورامات لغايه قياده الكتيبه، لغايه قياده الكتيبه يعني مستوى الكتائب كان موجود. فكل ده مش اي سر ولا حاجه، لكن ازاي الفرقيات والرسائل بقى، بلاغات القتال كلها موجوده في المتحف الحربي لو جنابك عايزه تطلع عليها. سير القتال على احد المحاور موجود، كتب التاريخ العسكري اللي صدرت في هيئه البحوث العسكريه بتوضح كل المعارك، ما في احد المعارك اللي انا شاركت فيها في اللواء الثالث مدرع اثناء التطوير في اتجاه ممر متله. كل دي حاجات انا لما بروح اشوفها بقول دي فيها واقع كبير وفيها يعني جزء كبير يعني من الواقع. فدي حضرتك اطمئني جدا جدا ان التوثيق اعلن واعلن بمنتهى الشفافيه. لكن في نقطه مهمه جدا جدا انا عارف ان حضرتك بتبحثي عنها، هل ما نشر مطابق لما حدث؟ هو ده اللي حضرتك بتسعي ليه. نعم، ما نشر مطابق لما حدث لسببين. ان المحاكاه على الارض، يعني احنا لما بنيجي احنا كعسكريين بقى اللي حاربنا في المناطق، مثلا حمدي كان ملازم وبيحارب في الحته الفلانيه، دفعتي كان ملازم وبيحارب في الحته الفلانيه، يمكن الاستاذ يحيى كان عنده القدره على التنقل من محور لمحور، يعني راجل مكلف بمهم التصوير وممكن مهمته كده، لكن انا ما اقدرش انتقل من محور لمحور، انا لازم التزم باتجاه العمل بتاعي. فالضابط زميلي اللي على محور اخر لما بقعد معاه وبساله وبقول له انت ايه الحكايه والموضوع كده، لا ده كان فيه كذا كان فيه كذا، وهو محور مجاور ليا وانا استشعر هذا. استشعرنا هذا فين؟ لما واحنا كنا بنهاجم على محور متله كان فيه لواء اسمه اللواء 113 كان متجه ناحيه راس سدر جنوبا كده مننا، فخبط في قوه اسرائيليه كبيره جدا جدا، وقامت معركه كبيره جدا 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 طوال فتره من اخر ضوء لغايه الليل. احنا كنا فاكرين ان دول قوتين مصريتين ضربوا ببعض، والواقع غير ذلك.
انها قوه مصريه خبطت في قوه اسرائيل. ايه اللي وضح هذا الكلام؟ توثيق المعارك وسير اعمال القتال اللي على المحور ده. عايز اقول لحضرتك ان لكن لان الوقت بيمضي سريعا اعذرني طالما احنا بنتكلم على الوثائق يمكن بعيد شويه عن قصه الفن، لكن احنا برضو بحاجه لمزيد من حسم بعض الامور. يعني مثلا لا يخفى على حضرتك الخلاف القائم حتى الان ما بين مثلا الفريق الشاذلي والرئيس السادات تبان في وجهات النظر، فتجد تجد الاجيال التي تقرا تاريخ حرب اكتوبر في حيره من امرها، ايهما كان على صواب وايهما كان على خطا. التفكير الاستراتيجي العسكري لا يحمل خطا. انا بضرب مثال بس انا قصدي انه في بعض الامور بحاجه الى حسم. عشان معاليك احنا واخدين الموضوع على ان مين صح ومين غلط، مفيش كده في الاستراتيجيه العسكريه، مفيش حاجه اسمها ده صح وده غلط. في فكر استراتيجي عسكري قابل للتنفيذ وفكر استراتيجي عسكري قابل للتنفيذ ولكن بصعوبات وتعقيدات اكثر. لكن الاثنين كونسبت. هل تقدر تقنعني ان الرئيس السادات ما كانش عايز يصفي الثغره؟ هل تقدر تقنعني ان في نفس الوقت الفريق الشاذلي ما كانش عايز يصفي الثغره؟ الهدف واحد، الهدف واحد. اذا الفكر الاستراتيجي لازم يصب في اتجاه واحد، ولكن استخدام الادوات، اسلوب استخدام الادوات، التكتيكات التي فكر فيها الفريق الشاذلي في وضع اتزان للقوات المدرعه بالذات شرق وغرب القناه كان مخالفا للفريق احمد اسماعيل، واحتكم للقائد الاعلى. هي ما كانتش وجهه نظر السادات، هي كانت احتكام بين قائد العام للقوات المسلحه ورئيس الاركان عن طريق القائد الاعلى، فرجح القائد الاعلى كلام القائد العام، خلاص انتهى الموضوع وننفذ. احنا كده احنا ديمقراطيين جدا جدا في التخطيط وفي قمه الدكتاتوريه في التنفيذ. اذا اتفقنا على قرار احنا قمه الدكتاتوريه في تنفيذه، لا احد يحيد عنه. طيب احنا عشان نمزج بين بين الكلام وبين كلام حضراتكم، استاذ يحيى حضرتك اشرت الى الحرب العالميه الثانيه، كم عمل درامي مثلا، ده مش سؤال يعني، ده انا بقول كم عمل درامي اتعمل بعد او فني اتعمل على الحرب العالميه الثانيه؟ فوق ال 80 فيلم. فوق ال 80 فيلم وكلهم افلام قائمه على وثائقيات. اقول لحضرتك على حاجه، انا بعمل مسلسل عن مصر في الحرب العالميه الثانيه اسمه شارع محمد علي. لجأت للسفاره البريطانيه ادوني كل وثائقيات المخابرات البريطانيه داخل مصر ببساطه شديده جدا. اطلعت عليها بسهوله. كانوا متغلغلين من القصر الملكي لحد شارع محمد علي. الطلبه والعمال كله 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 كله. يعني مخترقين كل الكيان المصري خلال الحرب. وببساطه شديده ادوها لك، لان خلاص الوثائق من فترة معينة بتبقى ملك القوات المسلحة أيا كانت التسمية، إنما بعد كده لازم تبقى ملك البشر كلهم. ده الذكاء الإعلامي. هل ده السبب من وجهة نظر حضرتك إنه الأعمال الفنية اللي خاصة بحرب أكتوبر تعتبر قليلة بشكل كبير؟ لسبب تاني أهم. السينما العظيمة والدراما العظيمة لازم تبتدي بكتاب عظام. لو أذكر لحضرتك الكتاب العظام على مستوى العالم اللي كتبوا عن الحرب الثانية شيء مذهل. يعني أنا لسه مخلص رواية لشتاينبك اسمها مغيب القمر عن المقاومة الفرنسية، سارتر، إيليا رنبورج، وزي ما قلت لك وشولوخوف وليونيل شابيرو، كتير جدا كتاب كتبوا روايات عظيمة جدا 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 جدا. الرواية دي اتحولت لفن عظيم جدا جدا. بس الكتاب دول بقى حصلوا بسهوله شديده جدا على كل وثائقيات الحرب اللي مكنتهم ان هم يكتبوا. لو حضرتك في يعني كتاب اسمه القاهره في الحرب الثانيه بتاع واحده اسمها ارتيمس كوبر، الصراعات اللي بين مونتجومري وبين فلان، بين رومل وهتلر، كل ده مدرج ومعروف. احنا عندنا الصراعات بين الشاذلي والشادات مع حفظ الالقاب، الصراعات لا تزال غامضه ليه؟ الثغرة دي لا تزال سر غامض ليه؟ أنا أقول لحضرتك منظر شفته بنفسي وكتبته أعتقد في العدد ده. الجمصي بيبكي، أنا فوجئت، كان معايا علي بدرخان وإحنا واقفين قدام شرطة عسكرية بعد أول إيقاف لضرب النار، فلقينا واحد رتبة كبيرة بيبكي. أنا معرفش مين ده، فقال له ده فلان.
احنا حسينا ساعتها بالوجع ان قائد يبكي. صعب صعب طبعا. جدا طبعا. يعني كان منظر بالنسبه لنا اكتر من صادم. انما قطعا في اسرار ورا بكائه. ايه الاسرار دي؟ محدش عارف. لا يزال اكتوبر مليء باسرار وغوامض لم يكشف عنها الستار ويجب ان يكشف عنها الستار. اسمحوا لنا وشاركنا الحديث بس لانه معانا بقاله فتره على التليفون الاستاذ طارق الشناوي الناقد الفني. اهلا بك يا استاذ طارق. اهلا اهلا بيك واهلا اهلا بحضرتك استاذ حمدي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ طارق. برايك بكل موضوع استاذ طارق، لماذا لم توفق السينما المصريه والعربيه بشكل عام في تقديم اعمال على مستوى حدث كحرب اكتوبر؟ والله احنا كتير من 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 احداث مهمه في حياتنا اخطأنا في التعبير عنها عموما. فطبعا يمكن بيتجسد الامر اكتر لما يكون حدث بقوه وبعمق حرب اكتوبر اللي هي اتسجلت في تاريخ الحروب في العالم كله. ونعجز كمصريين وكعرب ان تقدمها، في حين ان العدو الاسرائيلي بيقدم وجه اخر لها، وجه طبعا بيجعله هو المنتصر بالمناسبة. ففي يعني في حتمية وطنية وقومية لضرورة ان نقدم حرب اكتوبر. لكن صحيح. اللي حصل ايه؟ وخصوصا انه في اجيال ورا اجيال اتولدت مع يعني تبتعد في العمر الزمني بينها وبين الحرب، فممكن بعض الاكاذيب التي يسوقها الطرف الاخر طبعاً ربما طبعاً تلقى يعني قبولا لدى البعض. او وعايز اقول لك انه الدولة لما فكرت تعمل الحرب اكتوبر عملت فيلم رديء تخشى عرضه حتى الآن، ودي الحاجة ده المسكوت عنه. فيلم أنتجه قطاع الإنتاج المصري اسمه قاعة البطولات. طبعا الفكرة حلوة عن المشير محمد علي فهم اللي هو قائد سلاح الدفاع الجوي عظيم، إنما العمل الفني نفسه ضعيف. بسبب مين وجهة نظرك؟ إنتاج فنيا ضعيف مش إنتاجيا. الدولة فتحت مجال الانتاج انما فنيا ضعيف. يعني انا قصدي يا استاذ طارق، يعني انت برضه صحح لي، انت اكثر تخصصا منا، يعني التكنولوجيا تطورت حتى في صناعه السينما، فممكن انها يعني تذلل بعض العقبات التي ربما كانت قديما تقف. يعني هو المشكله ان انت عندك فيلم اتصور من 15 سنه فما تقدرش النهارده تضيف له شويه حاجات او تحبش كده او بتاع، يعني خلاص. يعني انا رايي ان الفيلم يعني نحطه في الارشيف وخلاص، انما انا سامع انه عايزين يعرضوه. طب يعني يعرضوه ازاي؟ انا شفته من حوالي 10 سنين، متواضع جدا، وكلمه متواضع كلمه مهذبه حال الشريط، انما اهو في مزايدات وفي كلام كتير. طب حضرتك شايف الحل ايه او نبدا ازاي اذا اردنا توثيق حرب اكتوبر بعمل فني يليق بها؟ والله ان الدوله تبقى اكثر يعني جراه وحرصا، والفنانين اللي بيشتغلوا بعدهم نفس الاحساس. انا عايز اقول لك انه حدث مرة أظن منتصف التسعينيات القوات المسلحة فكرت تعمل فيلم، وبعدين مؤسسة أخبار اليوم تصدت. ليه بقى تصدت؟ لأنه كلفه أسامة أنور عكاشة. فالمؤسسة اعتبرت، أخبار اليوم اعتبرت أنه أسامة ناصري وهم سادتيين. وبناء عليه خاضوا حرب شعواء. لا إله إلا الله. أسامة ما يكتبش يعني برغم أنه كان كتب القصة، القصة السينمائية كان هيخرجها شريف عرفة، انما بتدخل حسابات كتيرة وبتحتاج الحقيقة لقوة في المواجهة. يعني لما يكون الامور توصل الى الحل. هل ممكن القطاع الخاص يتجاوز دور الدولة في المساحة دي يا استاذ طارق؟ طبعا. والقطاع الخاص كمان اللي عايز اقوله انه اصل مش شرط، في فرق بين الفيلم الوطني والفيلم الحربي. احنا ربما نحتاج لفيلم وطني، الحربي ممكن يبقى مكلف وبيحتاج لقوات مسلحة لتعاون وحاجات كده. طيب ممكن تعمل فيلم وطني، ممكن حرب اكتوبر. انا قلت لحضرتك، هل التكنولوجيا المتقدمه يعني فكره الجرافيك والحاجات زي كده ممكن يستعيد عنها؟ لا حتى في لا بعيدا في يعني للتصوير او التكلفه الانتاجيه العاليه. طبعا كل ده ممكن، بس حتى بعيدا عن الجرافيك وبعيدا عن التكلفه، انت ممكن تعمل فيلم وطني وليس فيلم حرب. انا مش عايز تاخد وقت كتير من ضيوفك لانه كده انا استهلكت وقت كتير وانا جميل اسمعهم، وانا اسف اذا كنت اطلت. يعني اشكرك شكرا جزيلا وشكرا. انا عايز الملم كلام هذه اللفته اللي يعني من الاستاذ طارق الشناوي ناقد الفن، الافكار الجميله اللي قالها الاستاذ طارق. اولا يعني هو محق في عده نقاط.
ولكن انا هلم الموضوع كده. ايه السلبيات اللي ادت لان احنا ما عملناش كده؟ اولا درجه السريه العاليه التي فرضت على ساعه سين وبدء القتال كانت تمنع اي احد من ان يتدخل او يتواجد للتصوير الحرفي المحترف اللي يجيب تجسيم للجبهه بكل ابعادها. ده نمره واحد. نمره اتنين ان حتى معدات وادوات التصوير التي صرح بها ان تخرج لكي تغطي هذا من امكانياتنا، ويمكن استاذ يحيى تدرس يقول هذا الكلام، كانت امكانيات متواضعه جدا لا تستطيع ان تؤدي عمل لمسافات وفي اجواء معقده عفره وضلمه وكلام من ده. الحاجه الثالثه ان احنا ظللنا منذ انتهاء حرب اكتوبر في حاله اقتصاديه رثه لا يمكن لاحد ان يستثمر في هذا العمل الكبير اللي يتكلف ملايين علشان يحطه في فيلم بهذا الاسلوب. ثم مش عايزين ننسى ان اله الحرب الاعلاميه واله الحرب النفسيه التي كانت موجهه ضد مصر للاقلال من شان هذا العمل لم تمكن او تدعم مصر ببعض الافلام والتصوير الذي تم من الجو ومن الفضاء بواسطه القوى الكبرى زي الولايات المتحده وزي روسيا. طب انا عايزه اناقش حضرتك في كذا نقطه حضرتك ذكرتها. اولا بالنسبه انه وقت الحرب ما كانش فيه المعدات طبعا الهاي تك يعني اللي ممكن تصور الحرب واجواء الحرب، لكن ممكن دلوقتي في ظل التقدم التكنولوجي في امور هتصوري ايه حضرتك دلوقتي؟ لا مش هتصور، هضفر مشاهد. لا ده انا اقول لحضرتك زي ما بيحصل في الافلام الامريكاني دلوقتي، حتى الصور اللي جنابك بتشوفيها في مناسبه اكتوبر كلها بيانات عمليه، ومش ده تصوير حرب. دي بيانات عمليه تمت علشان يبين للناس كيف تمت الحرب، فصورت على هذا الاساس. ولكن في بعض الصور او الافلام اللي كان في مهمة تانية أخيرة بس عشان أضيفها لهذه النقطة، أن جميع الأفلام التي تنتج في مجال العمليات الحربية يجب أن يخصص لها مخرج عسكري. المخرج العسكري ده مش موجود، تنبهوا ليه في الآخر في الطريق إلى إيلات، وتنبهوا ليه في حاجة تانية اسمها معركة الكرامة أعتقد أو حاجة كده. ولكن أنا عايز أقول حضرتك بقى أستاذ طارق الشناوي لمس نقطة كيف أن إسرائيل وثقت. أنا جبت فيلم عن معركة المزرعة الصينية وعملوا بنت أحد قتلى هذه المعركة من اليهود وابنه واحتفظوا بهذا الفيلم ومنع شارون عرض هذا الفيلم 20 سنة، لأن كل من شارك في الإيديتنج يعني بيتكلم أثناء عرض شريط الفيلم كان بيتكلم عن عظمة الجندي المصري وعن أسلوب قتاله وكيف أنه منع لواء من أن يعبر في هذه المنطقة بخسائر، وهو اللواء 101 اتعرض وعرضته وجبته هنا وعرض في محطة من محطات التلفزيون في مصر. وكان الأغرب فيه تعليق الضباط والقادة الذين شاركوا في هذه المعركة. ده ممكن يكون استثناء سيادة اللواء، لكن الخطر عام بالنسبة للطرف الآخر اللي أصابها. ما أنا واخد بالي هنا، لا لازم ننتبه برضو النقطة لها أستاذ طارق، أن الطرف الآخر بيسوق لحرب أكتوبر من وجهة نظره كأنه نصر مبين بالنسبة له وبيغذي ده بعض الأكاذيب. ده الراجل ما اتكلمش نصر مبين ولا حاجة، ده الراجل اتكلم احنا هزمنا هزيمة منكرة، احنا كنا بنشوف الرعب، كنا بنشوف الموت، الجندي المصري كان رابط الجيش. ده في الفيلم اللي حضرتك استثنيته، لكن إسرائيل دلوقتي بتنتج أفلام انه المصريين ما انتصروش في حرب اكتوبر. لا يا فندم، اسرائيل لم تنتج افلام ولكنها اصدرت كتب. اصدرت كتب ليس من داخل اسرائيل ولكن من اعلام اجنبي ودور نشر اجنبيه. انا كنت في الولايات المتحده لفتره في احد البعثات وشفت كيف ان حجم الكتب الذي صدر عن كتاب يهود وعن قاده يهود اكثر بكثير في المجتمع الامريكي مخالف للحقيقه طبعا، ولم نجد هناك سوى كتابين، كتاب للفريق الشاذلي وكتاب للمشير ابو غزاله رحمه الله. طيب. رحمهم الله. الكلام ده تقصير مننا، مش
ان هم اشطر مننا؟ لا، ده تقصير مننا. وليه ما حدش كتب كتب علشان الهوكس بوكس اللي بيتقال عن ما حدش يكتب، حدش يتكلم، حدش يقول؟ لا، في ممكن تقول، ولكن ممكن تقول بصيغه تحط فيها الحقائق بشكل يقدر اي حد يقراه ويقتنع بيه. طب استاذ يحيى، انا ليا هنا سوري تعقيب. اتفضل. سيكولوجيه الاجيال الجديده اللي لم تشارك في الحرب دي نمره واحد. نمره اتنين، وده الاخطر، الجبهه كانت منفصله عن مصر. انا لو كنت بنزل اي ماموريه، انزل القاهره، الاقي مجتمع عايش طبيعي، ودور السينما كل حاجه شغاله طبيعي، تروح الجبهه تلاقي قتال. الحرب العالميه الثانيه او اي حرب، ولا اي حرب، بتلاقي ان الجمهور نفسه بيعاني معاناه رهيبه جدا، غارات يوميه وتدمير وكل حاجه. فهنا لما تيجي تعمل فيلم عن الحرب الثانيه تحديدا مثلا، انت ممكن تعمل فيلم في برلين لما كانت القنابل بتسقط فوقيها، لان ده معاناه الشعب الالماني وهكذا، انما ما فيش معاناه الشعب المصري، في معاناه الجيش المصري. ايوه، بس نمره واحد. دي نمره واحد. يا ده النقطه الثانيه سيكولوجيا بقى، الجمهور عايز يعرف الحرب، والحرب اختزلت في العبور، الحرب مش بس العبور. كويس، انت ممكن تعمل فيلم بسيط جدا، مش بس كويس، قائد ما فيهوش بارليف وما فيهوش عبور، انما في الحس الانساني المرهف، وفي قد ايه قد ايه الحرب يعني مجموعه مقاتلين، مجموعه بشر بضعفهم بخوفهم برعبهم. يا استاذ يحيى، المتعلقه بالفيديوهات او المشاهد او الماده الفيلميه دي، فعلا اقول لحضرتك على سر من الاسرار، قول، انا كنت مكلف ان انا ابقى ضابط اتصال في فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي. رحت الرمسيس نجيب الله يرحمه، كان في عبور بتاع اعتقد يمكن سياده اللواء اصحاح لمعلومه الفرقه الرابعه مدرعات. كويس، فرحت قلت له ده بكره الفجر في عبور للفرقه الرابعه مدرعات. هايل، كان عامل مخرجين بقى، اتنين مخرج اللي هو حسام الدين مصطفى، ومخرج تلياني متخصص في المعارك اسمه ماريو حاجه كده. قال لي انا عايز دبر ثلاث مديرين تصوير، قال لي انا عايز مدير تصوير رابع، اخلقوا لي من قال تحت الارض. فقلت له في واحد ليا صديق اسمه سعيد شيمي. قال لي مين سعيد شيمي ده؟ قلت له على ضمانتي. قال لي مش هاخد ولا بليم. طبعا الاستاذ سعيد بيذكر الموضوع ده كويس. جه سعيد كان مع المخرج الطلياني مخرج المعارك وحسام الدين مصطفى، ركب دبابه برمائيه معاه كاميرا عشان يصور. لما وصل الضفه الاخرى من القناه هناك ابتكروه يهودي ضربوه. انا حسام الدين مصطفى. مين حسام الدين مصطفى ده؟ ده انا جوز نيلي. مين نيلي دي؟ المهم فين وفين لما افرج عنه. دي من الحاجات الطريفه اللي حصلت في الحرب. انما ردا على سياده اللواء، كان في مخرج ايطالي متخصص. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، ربما معاها ما نحتاجش مشاهد موثقه، فكره ان انت بتدور على الجانب الانساني وراء المقاتل. يعني مثلا لو اخترت شخصيه حد من صائد الدبابات مثلا وضفرت القصه دي بالخلفيه الانسانيه، وضع مصر وحالته، افرض عيلته حتى، فانت مش بالضروره عيلته. مش بالضروره برليف، مش هتحتاج مشاهد برليف ولا العبور، مش لازم. انا كنت عايز بس نقطه هنا. لما باجي اتكلم عن حرب اكتوبر، عظمه حرب اكتوبر والقراءه الاستراتيجيه لها عسكريا على مستوى العالم، هو عمليه اقتحام المانع المائي، هو ده المعضله. فالمعضله دي لما يتركز عليها في التصوير كيف تمت، اذا انت بتلقي الضوء على اهم مرحله من مراحل العمليات. هو لا باس انه افلام وهي افلام اخرى برليف تتناول هذه المعضله بشكل او باخر. ده نقطة. النقطة الثانية، إن أنا لما باجي أدخل مناطق العمليات، مش أي حد يدخل مناطق العمليات. مناطق العمليات لها تصريح ولها نطاقات أمن، ويجب أن تبلغ من نسق لآخر حتى يصل هذا المصور إلى منطقة عمله زي ما سات ما يحيى بيه كان بيشتغل. نمرة ثلاثة، إن أنا لما باجي أعمل فيلم عن موقعة او عن منطقه، لازم اكون محيط بكل هذه المنطقه من كل الاطراف. ايه اللي فصل الجبهه الداخليه
عن جبهة القتال. حضرتك قلت ان ده شيء ايجابي بامتياز. طبعا. ليه؟ ان انا نجحت ان انا احيد وامن الجبهة الداخلية الا تؤذى. لان لو العدو الاسرائيلي الدنيء ده كان ساعتها ناجح او قادر على انه يطول العمق المصري كان ضربه. لو حصل. لولا ان حائط الصواريخ المصري هو الذي منع هذه الطائرات من الدخول. فالمجتمع المصري امن. وكذلك القوات التي نجحت في أن تطحر هذا العدو وترجعه إلى الخلف وتفقده العمق. أنا لأنه السؤال كل ده خلى العدو ما يقدرش يتدخل ضد العمق، وبالتالي عاش العمق آمنا والقتال كان محصورا. طيب في الجبهة. هو السؤال يعني إذا كان الأستاذ يحيى بيقول، وطبعا كثيرون برضو أشاروا إلى هذه النقطة، أنه أي عمل عن أي حرب بيكون أساسها قصة أو كتاب، وحضرتك كنت لسه برضو بتأكد على الكلام ده، وأن نعم. إحنا ما كتبناش كتير. إيه اللي يمنع أنه كل من شارك بقى أو شاف وحضر زي حضرتك كده شارك في موقعة بس نعم. مش عن الحرب كلها. لا ده أنا بقول لحضرتك أنه يكتب. ممكن تاخدي سير أعمال القتال تعملي منه السيناريوهات اللي سيادتك عايزاها، دي متاحة بدون طبعا بدون رقيب. روحي هيئة البحوث شوفي سير معركة اللواء الفلاني وركبي عليه الدراما اللي حضرتك عايزاها. ماك أرثر، فيلم ماك أرثر اللي اتعمل بحديث جريجوري بيك في وسط كلية الكادتس في الويست بوينت، قعد في تخرج أحد الدفعات وحكى للطلبة كيف أنه أصبح قائدا عظيما. حكى الحرب كلها، قصص أكتوبر حافلة بقصص إنسانية كتيرة. أنا بقى لما أخد سر أعمال قتال ماك أرثر في التاريخ العسكري الأمريكي، أخد سر أعمال قتال الفريق الشاد إبراهيم الرفاعي، أخد سر أعمال قتال القادة العظام والقوات وأعمل عليها دراما وصدقني والله حتى على مستوى الجنود والأفراد. أنا بقول الجنود، عبد العاطي صائد الدبابات، عبد الحميد درز اللي قفل مزغل رشاش بجسمه، تقدر تتخيلها؟ في قصص إنسانية كتيرة جدا طبعاً. وأعتقد إنه وده اللي قال عليه الأستاذ يحيى إن البعد الإنساني في العمليات لم نجسمه. ألبرتو مورافيا عمل رواية اسمها تو ويمن. ايوه امرأتان صوفيا لورين. أيوه. وبنتها مظبوط. شفتها فيلم غاية في البساطة، ده إنساني بالدرجة الأولى. يعني الأمريكان اللي جم يحرروا إيطاليا من الألمان هم اللي اغتصبوا البنت. طبعا هم اللي انتهكوا. شوفي القيم. يعني رغم إن الفيلم إنتاج أمريكي إنما أدان الأمريكيين اللي اغتصبوا البنتين واحدة وبنتها يعني. أدي دراما إنسانية جدا بتخليك تلعن الحرب. بس إحنا أستاذ يحيى عايزين نبرز البطولة مش القيم. أيوة ما هو في قصص إنسانية جدا. أنا عايز أبرز البطولة في إطار إنساني شعبي بالضبط. يعني أنا عايز أقول الشعب المصري عمل إيه. أنا عايز حضرتك مثلا، وحضرتك كنت على الجبهة لما كنت بتشوف السكان المحليين اللي بقوا وتمسكوا بأراضيهم وإحنا بنعدي عليهم، إزاي بيدونا أكل، ازاي بيدونا ميه. هو ده الحاجات اللي احنا عايزين نبرزها عليها ونبرزها. صحيح ودي مش محتاجه لابر ليف ولا يعني. انا استقبالا لحديث سياده اللواء، الحل العبقري المصري انه يدوب الرمله بخراطيم ميه مثلا يعني، ده شيء عبقري. ان جربوا اي كافه انواع الانابل فشلت انها تهد هذا الكيان الرملي الرهيب المروع ده. ان الميه تبقى هي الحل، دي العبقريه المصريه. مش بس بطوله قتال انما بطوله فكر، بطوله انسان هندسي، انسان مهندس عبقري قدر يبتكر هذا الحل الغير مسبوق على مدى التاريخ العسكري. القصص الانسانيه كتيره بسيطه جدا جدا قصص كتيره جدا. البني ادم ده ممكن يكون بطل دراما بس خطيره جدا. هنا برضه هرجع تاني، مين اللي هاخد زمام المبادره في تبني مثل هذه القصص؟ اعتقد ان القصص كتيره، التكلفه عاليه. حضرتك حضرتك اتكلمنا على انتاج الموازنات مطلوب لها جهه كبيره الخاص. لكن انا كنت عايز اسال حضرتك على الشؤون المعنويه في القوات المسلحه، هل هي معنيه بالموضوع ده باي شكل؟ الشؤون المعنويه ولا هي ليها موازنه؟ دي موازنة لا تسمح بهذا العمل، ليست جهة لا تسمح بالصبر. بهذا العمل دي موازنة عمل درامي كبير جدا. ولو تعال أنا هتسألك مثال، آسيا لما عملت النصر صلاح الدين صرفت آخر سخف جيبها ولم تحصد شيء ساعتها،
لكن بعد كده النصر صلاح الدين من أقوى الأفلام التي صورت المعارك في هذه الفترة ضد الصليبيين. احنا مش عايزين حد يفلس. احنا انا ما بتكلمش انا انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على ان العمل الوطني لا تنظر له ببعد تجاري. انا هنا مع سياده اللواء. للاسف النظر كله على البعد التجاري بالنسبه لاي منتج او شركه. انا مع سياده اللواء في الحته دي. فيلم لونجست حضرتك شفته؟ نعم. اطول يوم في التاريخ. كل الممثلين بلا مقابل. كل الـ اعتقد انا مش هزايد عليهم بس اعتقد برضه في ممثلين او فنانين كتير مصريين ممكن يشتغلوا بدون اجر في عمل زي ده بدون مقابل. فيلم زي ده وطني ليه؟ انا صريح. ليه بس انا صريح؟ انا صريح ما كله بدون مقابل ما اعتقدش. والفيلم يعني اصبح من اعظم الافلام اللي سجلت للحرب الثانيه في معركه نورماندي اللي هي العبور العظيم اللي ادى في النهايه لهزيمه المانيا. كل من اصغر فني الاعظم ممثل كله ولا مليم قبضه. شفت إريك أيزنهاور لما تابعوه في حياته من أول ما كان ضابط في هيئة القيادة في بداية الحرب العالمية لغاية لما عمل العبور بتاع نورماندي وإزاي وقف على الشاطئ وإزاي من الجانب الآخر كان واحد تاني اسمه باتون أمريكي قائد دبابات اللي سموا باسمه دبابة باتون. إيه الأفلام بتبقى ناجحة جدا. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ لا هم لما أخذ حضرتك جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده من سير أعمال القتال وركبوا عليه دراما وجابوا مخرج عسكري للمعارك علشان يحط الأمور في إطارها. أنا كنت لسه بقول أستاذ يحيى قبل ما ندخل في واحد اسمه فاكس في قناة أحد القنوات الأمريكية أو قناة فوكس نيوز أعتقد ده أدار معايا حديث وأنا في القوات الخاصة سنة 80 الأمريكية وأنا في القوات الخاصة الأمريكية سنة 80 أدار معايا حديث في كامب اسمه كامب ماكول واحنا بنتدرب. انت منين؟ انت من مصر؟ مش عارف ايه. قعد هذا الرجل في هذه الوكاله الى ان اصبح كبير المراسلين الحربيين واكثر واحد يتكلم عن العمليات العسكريه في العالم في هذه المحطه حتى اليوم. واضح انه الوقت انتهى بسرعه لكن انا يعني برضو بس انا عايز اضيف جمله واحده. نبدا منين بس؟ انا نفسي ننتهي من الحوار. انا عايز اقول نبدا يعني بكوابل الناس تكتب. لا انا اقول لك انا بس عايز ملحوظه بسيطه يمكن ما حدش ياخد باله منها في حدد في قصة الثغرة. يوم كلفنا ان احنا نروح نصور دبابة امريكية في جنب العريش يعني كويس. رحنا لقينا الدبابة عاملة 24 كيلو اللي هي من المطار للحتة اللي احنا صورنا فيها الدبابة المقصورة. اعتقد كانت دبابة سيناتوريان حاجة كده باتون M60 او حاجة كده 24 كيلو يعني من المطار رايحة الجبهة على طول. ليه؟ كانت يعني بتضرب بشحمها. ده حاجة كانت مروعة يعني لأن خسائر الدبابات كانت عالية. وده جانب برضو يعني الدراما لو انتبهت ليه جدا تسقط كثير من الأقنعة عن بعض الصور. هي دي التفاصيل. أولا أنا بشكر اللي بتشرف ان انا احنا سعدنا بيكم وكنت اتمنى والله ان الحديث يطول وربما يجمعنا لقاء اخر لانه واضح ان المساله بحاجه لحديث اكثر تفصيلا من كده يعني مع شوف انا الحديث عن سينما الحرب حديث خطير جدا ولازم جدا في المرحله دي بعد 41 سنه ان لازم يكشف الستار عن كل الالغاز مش الاسرار المحيطه بشكل طبعا بشكل جيد طبعا. بشكرك شكرا جزيلا سعاده اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي الاستاذ يحيى تدرس الاعلامي وسارد لحكايات وقصص حرب اكتوبر. شكرا جزيلا. شرفتونا جدا النهارده. شكرا شرف لنا. نشكر كمان ليكم حسن متابعتكم لحلقه النهارده من القاهره. صباح الخير.